Good morning, my lovely kids. How are you? Open your student book, page 107. على write a question for the answers. Teacher, عنا احنا answers اجابات واحنا بنكتب لهم teacher questions اسئله. حكينا teacher الاسئله المهمه اللي بدي اياكم تكونوا متاكدين منها teacher وفاهمينها اللي هم what. teacher what. في عندي teacher where بمعنى أين. في عندي teacher when بمعنى متى أو أي أو اليوم لما بسأل عن اليوم day. وفي عندي teacher who من. وفي عندي teacher what time. what time again teacher. في عندي what teacher بمعنى ماذا. في عندي where لما يكون teacher الجواب في مكان زي hospital, school, bank. مكان teacher رح حط where. when لما بيكون teacher بمعنى متى لما بيكون في teacher days Sunday, Monday, Wednesdays, Thursday, Friday, Saturday. هو لما بسأل عن الشخص من لما بيكون teacher في الانسر شخص أحمد, ليلى, I, he, she. okay. what time ما teacher بيكون في عندي وقت اللي هي o'clock 30 7 o'clock 8 o'clock 1:30 1:45 1:15 okay teacher. هذول مباشرة بعدهم يا حلوين بيجي مباشرة لازم did. what did where did when did who did what time did بعدين teacher بيجي زي ما علمتكم السبجكت الفاعل اوكي هي شي اي وي اور نيمز تيتشر اسماء ومباشره الفيرب 1 بالكويشن لازم يكون فيرب 1 درايف مش دروف واش تيتشر مش واشد جو تيتشر مش ونت ستوب مش ستوبد سويب مش سويبت اوكي اذا فيرب 1 اوكي اذا هاي الفورم اللي بدي اعمل كويشن بالانسر تيتشر بيكون verb 2 السبجكت مع الverb 2. نتطلع على عندي هذول الفاميلي تيتشر طالعين شكلهم بفيكيشن في رحلة اوكي. نمبر 1 they went last year. انا سألت متى راحوا متى متى اذا رح اضع تيتشر what رح اضع تيتشر سوري مش what رح اضع when again teacher مدام في teacher عندي last year, last month, last week في time في teacher يوم أو متى مباشرة رح أضع when بضع when بعد ال when teacher زي ما علمتكم مباشرة بيجي وراها did when بعدين did بعدين بحط teacher السبجكت السبجكت عندي they when did they بدي أجي للverb حكينا الverb لازم يكون verb 1 في عندي went went teacher هاي verb verb 2 شو الverb 1 من went teacher اللي هي go when did they go وquestion mark when did they go لأنه في teacher في الجواب عندي عندي وقت last year متى متى أي يوم أي شهر أي سنة teacher مباشرة رح أضع when did subject والverb 1 اوكي يلا نمبر 2 نو مدام تيتشر نو مدام في تيتشر نو يعني في كويشن في سؤال يعني يس ونو تيتشر بيكون اوله ديد نو ذي ديدنت جو تو ذا بيتش ديد يعني هل بضع تيتشر ديد ديد بعدين تيتشر بضع ذي بعدين بضع تيتشر جو Did they go? Did they go to the beach? Did they go to the beach? Question mark teacher. No, they didn't go to the beach. ما راحوا teacher للشاطئ. Number 3. They went to a forest. Teacher, حكينا مكان places أماكن مباشرة رح أضع forest teacher يعني غابة forest
يعني غابة. اوكي معنات وير، بضع وير في مكان تيتشر. حطيت وير في البداية، بعد وير تيتشر مباشرة بحط ديد، وير ديد. بعدين بحط تيتشر السبجكت اللي هم they، وير ديد they. وبرضه بطلع على الفيرب، لازم يكون فيرب 1. انا عندي went، هون فيرب 2، برجعه لفيرب 1 اللي هو go. Where did they go? They went. شوفوا كيف تحولت بالجواب. They went to a forest. راحوا لغابة. Where did they go? Where did they go? Okay. طيب نطلع على الانسر، على الجواب number 4. They stayed in a cabin. Okay. برضو مكان. راح أضع نفس الشيء teacher. Where? Where بحط did، بعدين السبجكت teacher اللي هو they، بعدين بطلع على الفيرب. الفيرب عندي stayed، بش الفيرب one منه teacher stay. Where did they stay؟ رجعته لفيرب one. Where did they stay؟ They stayed in a cabin. Okay. Number 5. They watched the stars. شاهدوا. أنا سألت، أنا بسأل العربي شو شاهدوا أو ماش، إيش اللي الإشي شاهدوا تيتشر، بمعنى what، ماذا، what، شو شاهدوا؟ شافوا نجوم. what، يلا حطيت what تيتشر بمعنى ماذا، بعدين بضع did، بعدين تيتشر بعد did رح أضع السبجكت اللي هو they، بعدين بطلع تيتشر على الفيرب. عندي watched. watched. watched بمعنى يشاهد. شو الفيرب 1 منها تيتشر؟ watch. what did they watch؟ what did they watch؟ شو شاهدوا تيتشر؟ they watched the stars. شاهدوا النجوم. okay. number 6. they went to bed at 8:30. في time teacher، في ساعة. لما بيكون في time، في ساعة، رح أحكي what time، رح أضع teacher what time، يعني ما هو الوقت، did، بعدين teacher رح أضع subject what time did they، عند subject what time did they went، برجع على verb 1. What time did they go to bed? They went to bed at 8:30. ساعة 8:30. Okay. What time؟ لأنه فيه ساعة. 7. Yes, they did. مدام في yes, they did. معناته question. بديد ببلشها. Did they؟ بحط subject بعدين الverb 1. أنا عندي had. برجع للverb 1 اللي هو have. Did they have a good time؟ هل حظوا بوقت ممتع؟ Yes they did. They had a very good time. Okay. رجعت had للverb 1 have. The number 8. The last question. Michael's dad did. طيب أنا بسأل، teacher أنا هون في شخص، يعني من الشخص اللي قاد أو من الشخص اللي بحكي who؟ هو مباشرة حكينا بعد هو تيتشر، أنا بسأل بهو من الشخص، مباشرة بهو بيجي تيتشر وراها الفيرب 2، بس هو تيتشر، مع هو لازم يكون وراها الفيرب 2، يعني هو. وعندي درايف، دروف، هو دروف، من اللي قاد؟ هو دروف ذا كار، هو دروف ذا كار تيتشر، هو دروف ذا كار. Michael's dad did. He is a good driver. إذن بهو بس مباشرة بيجي وراها verb 2. Who drove. Okay teacher. إذن هاك إحنا بنكون راجعنا استخدامات what, where, when, who, what time, مع did subject، ولازم بالquestion verb 2. Teacher بالانسر بالجواب لا بضع subject، بعدين verb 2 في الجواب بتحول لverb 2. Okay. Thank you for listening and goodbye.